السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اليوم 52 من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري استقبل بقصر الاتحادية السيدة كاترين نوفا رئيسة المبر. طبعا حصل بقى مراسم الاستقبال الرسمية، بيمشوا مع بعض والموسيقى بتعزف، ويتم عزف السلامين، السلام الوطني لمصر والسلام الوطني للمجر، وتم استعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالسيدة كاترين نوفا، ودي على فكرة أول زيارة لرئيسة المجر لمصر. السيد الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. أما بقى رئيسة المجر سمنت التطور المستمر في العلاقات المصرية المجرية داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. المتحدث الرسمي المستشار أحمد فهمي أضاف إن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات النقل والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتم التوافق على تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، هنا بقى الحاجة المهمة جدا بشكل مستفيض. أوضاع إقليمية يعني إيه؟ يعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، لأن في قلق كمان في الضفة الغربية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة، واحنا فعلا شايفين الجهود المصرية بيحلوا مع الجهود القطرية أزمة الرهائن، التعنت الإسرائيلي، المشاكل اللي بتظهر، وده واضح إن في جهود مصرية حثيثة مبذولة منذ بداية الأزمة. احنا كمصر رئيس أعلنها إن احنا بندخل حوالي من 70 ل 75% من المساعدات. المساعدات مش كفاية من العالم، احنا لوحدنا 75%. وأضاف السيد أحمد فهمي إن الرئيس قال إن مصر بذلت مجهود حتى تم التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهنا دي الحتة المهمة، احنا عاوزين في مصر مفيش حرب تاني. ومش بس كده، كمان السيد الرئيس قال ان احنا عاوزين ندخل اكبر قدر من المساعدات الاغاثية لقطاع غزة لاهالي القطاع، علشان طبعا نوفر احتياجاتهم المعيشية. طبعا ما عندهمش دقيق، ما عندهمش وقود، ما عندهمش اغذية، حليب اطفال، حاجات كتيرة ناقصاهم، مستلزمات طبية، ادوية. وقال كمان السيد الرئيس، طبعا ده السيد المستشار احمد فهمي هو اللي بيصرح بكده، ان الرئيس قال عاوزين نحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدها قطاع غزة، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكدا أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. احنا هنا في الفيديوهات بح صوتنا قلنا ان العقلاء والرئيس السيسي بيطلبوا اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. النهاردة بقى الهدنة دخلت في يومها الرابع والاخير. اللي هيحصل هيبدلوا 11 اسرائيلية وطفل ب 33 فلسطينية وطفل، دي ان شاء الله هتتم بدون مشاكل. لكن المشكلة الأساسية في بكرة وبعد بكرة. طب وبعدين إيه الحل؟ لا، في بشرة خير. دولة قطر أعلنت بعد جهود مصرية قطرية حثيثة تم التوصل لتمديد اتفاق الهدنة الحمد لله ليومين كمان. كل يوم في إطلاق سراح 10 من الأسرى لدى حماس، يقابلوا 30 من الأسرى في السجون الإسرائيلية لدى إسرائيل. دي بشرة خير، حاجة كويسة، يعني بكده احنا بنضمن ان يوم الثلاث والاربع مفيش استئناف للحرب. ورأيي الشخصي
ان الرغبة الاكيدة عند المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها انهم مش عاوزين حرب، شبعوا دمار الطيران الاسرائيلي، المدفعية، الدبابات، الزوارق البحرية، قصف من الجو والبحر والبر بلا رحمة ولا هوادة، لان الجيش الاسرائيلي احنا عارفين لا يرحم لا شجر ولا بشر ولا حجر، خاصة انه مش لاقي مقاومة عنيفة تدقه فعمال يفتري. هو لو بيحارب دولة قوية كانوا هيسعوا من اول لحظة لايقاف اطلاق النار، لكن هو بيحارب مقاومة في قطاع غزة، صحيح شرسة لكن دورها محدود في مواجهة طيران بيضرب ودبابات وجيش جرار واعداد كبيرة واليات ملاش اول من اخر وقذائف وسلاح وذخائر ما بتخلص. امريكا بتساعد اسرائيل مساعدة جامدة جدا، فطبعا المقاومة مهما عملت بتبقى غرضها انها تنكد على الغزو البري، الجنود اللي داخلين تموت البعض تصيب البعض، لكن مش هتقدر تطردهم بسهولة، مش هتقدر تحرر قطاع غزة من الاحتلال الاسرائيلي، لكن هتكبد الاحتلال الاسرائيلي خسائر مما يجعل الاحتلال الاسرائيلي يفكر الف مرة في استئناف الحرب. هنا قوتين غير متناظرتين، مش جيشين كبار بيحاربوا بعض، لا ده جيش عرمرم زي ما بيقولوا بيحارب افراد مقاومين، مفيش قوة متناظرة طبعا، مفيش تكافؤ للفرص. يعني لو المقاومة عندهم طيران وعندهم مدفعية وعندهم دبابات وعندهم زوارق بحرية وسفن بحرية وبيقصفوا من الجو والبحر والبر، ما اعتقدش ان اسرائيل كانت هتعتدي عليهم اصلا. وعلى فكرة النهاردة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر بتتفقد المصابين الفلسطينيين اللي بيتعالجوا في مستشفى العريش في مصر طبعا، وكان معاها وزير الصحة المصري ووزير الصحة الفلسطيني. وفي خبر صار اسعدني انا شخصيا ان وزارة الصحة في غزة اعلنت اعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بجهود استثنائية. طبعا ظروف صعبة جدا والحمد لله مرضى الكلى ما يقدروش يقعدوا من غير الاجهزة، اجهزة الغسيل الكلوي، وطبعا دي حاجة كويسة وبشرة سارة، وعقبال بقى بقية الاقسام تشتغل كويس ويستأنفوا العمل. كمان الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش بيقول أأمل أن يكون من الممكن استخدام معابر أخرى إلى غزة لأنها ستسهل عملية توزيع المساعدات. مساعدات بطيئة للأسف، والناس محتاجة هناك، الدنيا برد في مطر، محتاجين لبس، محتاجين غذاء، محتاجين خبز يعني دقيق، حليب أطفال، وقود الأنابيب هناك فاضية بيقفوا الطابور بالساعات عشان الأنابيب تتملي. مشكلة كبيرة بيعاني منها أهل غزة، مفيش مية على فكرة حلوة يشربوا منها، الاحتلال دمر كل شيء خاص بالمية، حتى المياه الجوفية دمرها، مفيش كهرباء، قطاع مظلم، الاحتلال دمر البنية التحتية لقطاع غزة، ده غير البشر قتل كتير وأصاب كتير، وكان معظم استهدافاته المدنيين من النساء والأطفال بكل أسف. طب والشباب والمسنين وجميع الفئات من المدنيين. ان شاء الله بقى هختم بحاجة انسانية لطيفة. في فرق بين الاسرى الاسرائيليين الموجودين مع المقاومة، وفي فرق بين الاسيرات الفلسطينيات الموجودين مع الاحتلال الاسرائيلي في المعاملة. هنا رسالة ام طبعا باللغة العبرية ودي الترجمة بتاعتها، بتشكر المقاومة اللي رافقوا ابنتها طوال الأسابيع الأخيرة لأنها لاحظت إنهم عندهم إنسانية غير طبيعية وبيعاملوا البنت كويس جدا، وكانوا بالنسبة لها كأنهم أب وأم ليها، ما تأخروش عليها في أي طلب هي طلبته، والطلب ده كان متاح، كانوا بيقدموا لها الحلوى والفواكه وكانوا بيعملوها كويس، وهي شعرت إنهم ناس طيبين وبتشكرهم جامد جدا
لأن بنتها هتخرج من غزة مش مصدومة نفسيا وحالتها النفسية كويسة، وهي دايما هتتذكر تصرفاتكم الطيبة بالرغم من الوضع الصعب اللي كنتم بتتعاملوا معاه في غزة. طبعا في قصف ودمار من الاحتلال الإسرائيلي، وتمنت إنهم يبقوا أصدقاء فيما بعد، وتمنت لهم الصحة والعافية، وقالت صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم، شكرا كثيرا دانيال وإيميليا. على فكرة شفنا الود والحب بين الأسيرات والمقاومة، بيقولوا لهم باي باي، بيسلموا عليهم، تحس كده في ود وفي حب. طبعا الاحتلال الإسرائيلي بقى ما بيحبش الكلام ده، ومش هيبينه ومش هيخليهم يتكلموا، هيمنعهم من الكلام في الحاجات الطيبة اللي صدرت من المقاومة. في النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.